في قطاع الصحة الآن، صدق مجلس الوزراء الفرنسي على بروتوكول الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر المتعلقة بتنظيم التكفل بعلاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية، وذلك بعد أن سددت الجزائر جميع ديونها وفرضت شروطا تتحكم في عملية علاج الجزائريين بفرنسا. التفاصيل مع صابرين أبو عبلة. بعد حل النزاع المالي بخصوص ديون المستشفيات الفرنسية على عاتق الحكومة الجزائرية وتحديداً صندوق الضمان الاجتماعي، انطلقت الجزائر في اتفاقية تقتضي توفي الشروط في المريض الجزائري من أجل دخوله للعلاج بالمستشفيات الفرنسية. هو يعني نهاو لا ديت ايتي ابوري، يعني تفاهموا على الدين هذاك ابوري، نص 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 ليا نص لي كما يديروا الأغلبية تاعنا. ومن هذا من الفوق الجزائري اللي ما عندوش لاسيرونس، اللي ما عندوش بريزون شارج، واللي ما عندوش اسيرونس فواياج، مستشفى للمستشفى تقبله، المستشفى تاخذ مسؤوليتها. الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر المتعلقة بتنظيم التكفل بعلاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية والتي صادق عليها مجلس الوزراء الفرنسي يرشحها الخبراء رهينة نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة. يعني خايف على عامين ثلاثة ما يزيدوش يجيبونا فاتورة جديدة تلك. هذه كل شيء ممكن، على بالك النظام السياسي يقدر يتغير. في فرنسا كان انتخاب رئاسي، ربما لا دروات يعني اليمين راح يولي للحكم، بالك هما يغيروا تلك حالة فقرهم. من أجل سد العجز المالي تستقطب المستشفيات الفرنسية المرضى الأجانب بتطوير السياحة العلاجية بفرنسا، كما أقرت رفع التكاليف العلاجية للمرضى الأجانب ب 30% مقارنة بالمرضى الفرنسيين.